بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح أتكلم عن موقع نيربود. معاكم الطالبة مها مرجي. راح أدخل على الموقع من سفاري من جوجل. بعدها راح أكتب اسم الموقع اللي هو نيربود. أضغط على أول واحدة، راح يفتح لي صفحة الموقع. أقدر من هني create free teacher account، أسوي account free. أنا أبي أسجل الدخول. هذا رقمي، هذا عفوا إيميلي، وهذا الرقم السري، وأسوي تسجيل. ومثل ما قلنا ان نقدر ندخل من حساب جوجل مثل ما سويت، او النيربود، او كود الحصة. شرحت زميلتي عبير عن ماي لايبراري واكسبلور والجوين. انا راح اتكلم عن كرييت. اضغط عليها وراح اتكلم هني عن نقطة، ان بما ان قاعدة أشتغل على الآيباد، فيكون إضافة الملفات أسرع من الكمبيوتر، وهذه ميزة تميز الآيباد. من هني أبلود، أقدر أحمل الصورة أو البرزنتيشن. من هني أقدر أخذ صورة، أخذ الصورة، تفتح لي الكاميرا. أو من مكتبة الصور أختار الصورة اللي أبيها، أو من iCloud درايف، أو المزيد في دروب بوكس، بس أنا مسكرته، أو دوكيومنت اللي هو المستندات. وأقدر من هني من جوجل درايف عن طريق الرابط، وأقدر من دروب بوكس إذا كنت محملت على دروب بوكس أحط إيميلي والرقم السري وحط تسجيل وراح يطلع لي. وأقدر من بوكس اللي هو موقع بوكس راح يفتح لي، ومن أضغط عليهم على البرزنتيشن راح ينضاف دايركت هذا موقع بوكس، ومن أضغط عليهم راح ينضاف دايركت في قالب العمل اللي هو هني عند add slide، عند إضافة شريحة راح ينعرض لي.